عليكم أعزائي المتابعين ورحمة الله وبركاته. اليوم طالعين للجزيرة بالعمارة ويا أخوي أبو إبراهيم. طبعا شايفينه أغلب طلعاتنا سوا. حياك الله أبو إبراهيم، شلونك؟ إن شاء الله. شلومك؟ مساك طيب فيك أكثر بالمهلة رحمة الله والديك. أحمد تو عبر ذيب منه. ذيب عبر هيك راح استوى عبر ذيب منه وانا قاعد اصور. هاي الحاوي على هاي؟ اي هيك اخذ يمين. هذا المنطقة كلها انواع واشكال الحيوانات المفترسة وخنازير ذيابة. شوفوا هذا هواي ضباع، ضباع هنا بكثرة. هو هذا نهر الطيب. هذا الطيب شوفوا هذا يمر بها نهر الطيب، صار شلون الوادي. شوفوها شلون غابة. غابة معنى الكلمة. اليوم احنا جايين بالطريق، خابرنا احد المزارعين قال اكو خنازير عندي بمزرعتي وجاي تخرب الزرع. راح نروح نحاول نقتل هاي الخنازير ونسويها وليمة للحيوانات المفترسة بالحاوي ونصورها لكم بالكاميرا الحركية الليلية. خليكم ويانا. السلام عليكم اخوان. شوفوا هذا لقيناه بالمزرعة، بالزرع لقيناه، قتلنا هاي وحدة وهاي وحدة. بس شلونه دبل هذا الخنزير. راح نسحبه من المزرعة ندبه بعيد. كلش ضخم، ايش كبره. قصب البي البول ده باللحم. ها البول دبل. هسه شوي شوي يتقدم. شوي شوي يتقدم. روح. بالله هاب هاب. هاب. ضبن اثنين. روح روح بالله روح. خل نفحص. ينسحب عادي. طبعا هذا هذا غير بطرة. صاحب البطران
فتحنا السيارة هذا راح نشوف الكاميرا المالية. انت صبيناك ايه؟ ننتقل وياكم الآن لتصوير الكاميرا الليلية. مثل ما تلاحظون شوفوا هذا أول ذئب يقترب من الفريسة. شوفوا راقبوا حركته جدا حذر ويتحرك بحذر شديد على عكس الحيوانات الأخرى، وهذا ما يميز الذيب أنه حذر جدا. إذا تلاحظون شلون يقترب يمد جسمه، ما يدنج كله للفريسة، يمد جسمه أول شي يتأكد، لأنه أعتقد جاي يشم ريحة بارود وجاي يتراجع، بالإضافة إلى ريحة جسم الإنسان يعني ريحة دينا بالكاميرا. هسه هو جاي يتجول داير ما دايرها، أقصد الفريسة، يشوف مكان يقدر ياكل من عنده. لاحظوا يعني اللي يميزه كذيب جدا شديد الحذر. بعد هذا الذيب راح يجي خنزير وراح يصدمكم طريقة تعامله ويا الفريسة، أقصد الخنزير. يعني بصراحة من شفت الكاميرا أنا تفاجأت شلون كان يتصرف الخنزير، بقدر ما فاجأني يعني الذيب ما فاجأني بحركاته وحذره، لأنه حتى إحنا من الراقبة بالناظور هو الذيب جدا حذر، لكن الخنزير بصراحة هاي أول مرة أصوره بالكاميرا الحركية، ففاجأنا بحركته. هنا لا زال الذيب يدور عن مكان سهل يقدر ياكل من عنده بالفريسة. شوفوا ياكل بيها من الأفخاذ هسه، بعدين هسه حول على البطن، منطقة البطن يحاول يسوي له فتحة من عندها وياكل منها بمنطقة البطن. وأثناء ما ياكل شوفوا يعني عينه على الكاميرا، لأنه جاي يشم ريحة بشر قريبة منه. شوفوا شلون ياكل من البطن، مجرد أن يسمع حركة أو يسمع أي صوت ينتبه. شوفوا شلون يمد جسمه، يعني ما يتقرب كلش على الفريسة حتى يكون حذر وسريع الهرب. هذا الذيب الثاني، اجا اول ذيب شم ريحة البارود وشم ريحة الكاميرا وانهزم، هذا الذيب الثاني اعتقد معوق او مضروب برجله، متعرض الحادث مضروب برجله. شوف جاي ياكل منطقة العين، منطقة الاذن، واكل من منطقة البطن والافخاذ. هسه مرجع للافخاذ يحاول ياكل منها. احنا ما فتحناها طبعا الفريسة، لا شك قطعناها بسكين ولا شيء، ردنا نصور لكم الحيوانات شلون تاكل بطريقة غريزية وشلون تفتح لها فتحة بالفريسة وتاكل من عندها. اختار مناطق رخوة حتى يقدر، حتى برجله يحاول يختار المناطق الرخوة وياكل من عندها. شوفوا شلون، اعتقد سمع حركة او رصد حركة. شوفوا شلون انتبه. هسه هنا جانا الخنزير، شوفوا تصرفاته. طبعا تقريبا بنفس حجم هذا اللي قتلنا، هذا الخنزير تقريبا نفس حجمه. شوفوا شكله، هذا الخنزير البري يختلف عن الخنزير اللي تشوفوه بالأفلام أو ذاك الخنزير الأربوة المدجن خلينا نقول عليه. هذا الخنزير يكون أكبر حجم وفروته تصير أكبر، وشبه وحشي أو وحشي
شوفوا شلون يتناول دم، يتناول دم الفريسة، شيء عجيب. شوفوا هسه يحاول يحصل على دم، طبعا ما ياكل لحم الخنزير الفريسة اقصد، بس يحاول يحصل على دم. شوف شلون يضرب الفريسة، يحاول يضربها على مود يطلع منها دم ويبدي يتناول الدم. وطبعا للمعلومات هذا الفيديو صورناه بمنطقة الحاوي، وهذا الحاوي تقريبا شلون الوادي، بكثير من الحيوانات البرية واغلبها حيوانات مفترسة. طبعا ما اعرف ليش ما اجى الضبع واكل من الفريسة، لكنه لو علل السبب، السبب الحقيقي انه هو يشم ريحة الانسان، والضبع يخاف جدا من الانسان فلذلك ما يتقرب، لانه احنا خلينا الفريسة على بعد تقريبا 100 متر عن الغرفة اللي قعدنا بيها، فلذلك الضبع ما ادنا له. ان شاء الله بالايام الجاية راح نحاول نحصل لنا فريسة وننزلها بالحاوي ونبتعد عنها مسافة بعيدة حتى تجي الحيوانات الأخرى مثل الضبع، الشيب، غرير العسل، هواي حيوانات من تشم ريحة الإنسان ما تدنى لأنه تخاف من عنده. فإن شاء الله بالمستقبل لا راح نحصل لنا فريسة، في حال إذا عجبكم الفيديو ندبلنا الفريسة بالحاوي ونبتعد عنها هواي، مثل 2 كيلومتر 3 كيلومتر، بحيث ما يشمون ريحة البشر. ونشوف الكاميرا ايش راح تصور لنا. انا طبعا خليت هذا الفيديو كشوية فيديو مختلف، ويكون ايضا فيديو استكشافي يستكشف الحياة البرية. هذا اللقطة الثانية او العفو الثالثة، الحصني او كنا ناس يسموه بالحصين، يجي ايضا يحاول ياكل من هذه الفريسة. تقريبا نفس اسلوب الذيب، بس هو اقل حذر من الذيب، اقل حذر بهواي، لكن اللي يميزه مثل الذيب انه بشراسة الذيب اثناء تناول الطعام. شوفوا هم يحاول ياكل من منطقة البطن، يحاول يفتح له فتحة من منطقة البطن وياكل. طبعا هو اثناء التصوير احنا انا كنت قاعد، يعني بعدني ما نايم، واشوف ابو الحصين يفتر بس ما يقدر يدنى لانه يخاف من الخنزير، ما يدنى، يخاف من الخنزير ويخاف ايضا من الذيب، يخاف يهاجمه. فانتظرهم الى ان يروحون اثنينهم واجا للفريسة. شوف شلون ياكل من منطقة الافخاذ هسه، ما ادري اعتقد سمع صوت او حركة، ايضا جاي يتناول دم من الفريسة. لهنا نكتفي بتصوير المقطع، ان شاء الله صارت عندكم فكرة واضحة، وان شاء الله عجبكم الفيديو كموضوع جديد للقناة. في حال عجبكم رجاء اكتبوا لي بالتعليقات حتى نستمر.